بهذا السؤال بيقولي إن the adjacent figure، هاي الفيجر أنا رسمته هون عشان تكون بشكل أوضح كبيرة. قال لي UPN 12 فولت، هاي ال UPN هي اللي دراي سيل هي 12 فولت. أنا بحب أكتب القياسات كلهم على الرسمة حتى ما أنسى شو معي. And all the lamps are identical، كل اللامبس identical. شو يعني identical؟ يعني عنده نفس الفولتج ونفس الكرنت. أوكي؟ طيب قال لي بالA the switch K is opened، هاي السويتش opened. أوكي؟ أنا كان بدي أشرح شوي عن شو يعني open switch، بس بما إنه هون في أسئلة، هاي الأسئلة بتشرح لي شو يعني. أوكي؟ the switch K is opened، هاي مفتوحة. Determine the voltage across the switch K. بدو الفولتج. هاي نحن عم نحكي عن الـ A. لازم بالامتحانات تكتبوا رقم الفرع. أوكي؟ نحن بالـ A عندي الـ switch opened. أول سؤال. Determine أول شيء إذا opened switch يعني وصلت ليش ما وصلت كهرباء مطفية. السويتش هي مثل كأنه الكبسة اللي بنحطها بالحيط. إذا مفتوحة ما بتوصل كهرباء. أوكي؟ أنا عم يسألني Determine the voltage across the switch K. الفولتج شو بتكون للسويتش؟ إذا كانت مفتوحة احفظوها، إذا كانت مفتوحة بتاخد الفولتج تعول موصلة لمين هي موصلة؟ موصلة على البطارية، بتاخد الفولتج تعول البطارية، يعني هي ذاتها الـ UPN اللي هي قديش الجواب 12 فولت. أوكي؟ طيب Determine the voltage across each lamp. قبل ما أعمل voltage of each lamp بدي احكي مثلا عن الكرنت تاعو لقد ايه، بما انه عندي اوبن سويتش خلينا نشرح تقريبا كل شيء عن الاوبن سويتش. الفولتج اللي قلها هي ذاتها الفولتج لللمبه، بس الكرنت شو بتكون؟ الكرنت اللي قلها بتكون صفر. اوكي، ما عم تاخذ كهرباء، فالكرنت اللي قلها صفر. هاي بالاوبن سويتش. هلا بالتاني سؤال نمبر 2 وما سالني، اوكي ما سالني عن الكرنت، بس انا عم بشرح لكم. اذا اوبن سويتش اليو بتكون هي ذاتها اليو للدراي سيل. اذا كان عم يسالني عن الكرنت، الكرنت بتكون لها صفر لانه اوبن سويتش. Determine the voltage across each lamp، كل لامب قديش بما انه هي اوبن سويتش يعني ما وصلت كهرباء، يعني صارت يو 1 equal يو 2 equal U3 equal U4 equal U5 equal 0. شو السبب؟ لأنه opened switch. أوكي؟ طيب هلأ بالبي شو قال لي؟ switch K is closed، بما أنها سكرت يعني خلص اشتغلت هيدي السيركوت، سكرناها اشتغلت السيركوت. فقال لي الـ UAB، هاي الـ UAB قديش عطاني إياها؟ 6 فولت، يعني أول لمبة الفولتج لها 6 فولت. Redraw the figure، بنرجع نرسمها and indicate أو then indicate the direction of the current in all the branches، بكل البرانشز بكل connecting wire بتكون تحطوا السهم. السهم هو بيرمز لي للكرنت لأنه عم بيقول لي indicate the direction of the current. نحن بنعرف دايما الكرنت بيطلع من البوزيتيف للنيجاتيف. أوكي، بيمشي عندي بوزيتيف، هاي صارت مسكرة. أوكي، مسكرة يعني مشيت فيها الكرنت، مشي فيها، نزل لتحت. أوكي، نزل نفس الكرنت لانه انسيريس، نفس الكرنت بيمرق بيكون بالانسيريس. هلا هون شو صار عندي؟ وزعناها طلع لفوق. هذا الكرنت اللي هون اللي هو قد ايه معي انا؟ قد ايه معي الكرنت؟ ما قايل اللي هو الكرنت قد ايه. اوكي، نفس الكرنت اللي جاي من هون هو ذاته بضل جاي، هو ذاته بس شو بيعمل هون؟ بيتوزع، بيطلع لفوق، بيطلع بيمشي هون بهاي، هول بيكونوا انسيريس، بيمشي نفس الكرنت فيهم. هون شو بيعمل؟ بيتوزع لفوق وكمان بيتوزع لتحت. نفس الكرنت اللي مشي بهذا البرانش هو ذاته بيمشي لهون، بيمشي لهون، بيمشي لهون، بيطلع لفوق، هذا بينزل لتحت، بيرجع شو بيعملوا هالتنين؟ بيجتمعوا بهذا البرانش. هذا البرانش قديش بتكون الكرنت فيه؟ بتكون نفس الكرنت اللي اجت من هون توزعت لهون، رجع هون شو عمل؟ اجى نفس الكرنت. اوكي، طلع لفوق كمل وبيرجع شو بيعمل؟ بيبرم. هيك كون رسمنا the direction of the current in all the branches. هلا determine the voltage across lamp 1 قال لي. اوكي، lamp 1 بده across the وين؟ هو عطانا اياه determine the voltage across lamp. هو عطاني UAB. اوكي، فانا بقول له UAB هي ذاتها مين؟ U لللمبه الاولى اللي هي شو؟ 6 فولت. اوكي، هلا هذا رقم 2. رقم 1 شو كان؟ كان الرسمي رقم 1. هلا رقم 3،
رقم 3 شو بيقول لي؟ determine يو بي اي. يو بي اي هاي قديش الفولتج اللي إلها، اوكي؟ انا عاطيني هاي لأساسية 12 فولت، هون 6 فولت، اوكي؟ بيقول لي هاي قديه؟ طيب انا بدي اعرف اذا انسيرس او اذا امبرا لحتى اعرف اشتغل، اوكي؟ هو عن مين عم بيحكي لي؟ ما عم بيحكي لي كل لمبه بالتفصيل قديش الفولتج اللي إلها، عم بيحكي لي عن هذا الخط قديش واصله فولتج، هذا الخط، هذا خط واحد بعتبره، اوكي؟ بي اي قال لي هيدا بعتبره خط واحد، هيدا اليو اي بي خط واحد، مثلا يو بي اي خط واحد، هذا خط، هذا خط، اوكي؟ فهيدول الخطوط جايين ان سيريس، انتبهوا، صح هول الاثنين ان بارلل، بس انا عم بحكي ما عم بحكي عن مفرقين، عم بحكي عن هذا الخط، اوكي؟ عم بحكي عن هذا الخط جاي ان سيريس مع هذا الخط. لما يكون ان سيريس شو بتعمل الفولت؟ بتتوزع. فشو هي الجمله الشهيره اللي لازم اكتبها انا؟ according to اي لو؟ according، بما انه عم بحكي in series وعم بحكي عن الفولتج، according to the law of addition، لانه لما يكون in series مين هي اللي بتتوزع الفولتج؟ بتتوزع عليهم. انتبهوا هولي صح ان parallel، بس انا ما عم بحكي عن هولي بالتفصيل، عم بحكي عن الخط هيدا البي اي، الخط هيدا البي اي هو in series مع هيدا، in series مع البطاريه، in series مع هيدا الخط اللي هون، اوكي؟ according to the law of addition of voltage شو بيكون عندي؟ بيكون عندي ال UPN الأساسي equal شو بيعم بيتوزع؟ هو UPA بيتوزع plus الخط هيدا UAB plus الخط UBI، اوكي؟ plus مين في عندي؟ UIJ، UBI plus UIJ plus مين بعد عندي؟ UJN، اوكي؟ UJN هيك بيكون، هيك بنكتبها، اوكي؟ يو بي ان قد ايه معي؟ 12 فولت، فانا بس بعوض 12 فولت ايكوال يو بي اي قد ايه معي اياها؟ هلا هيدي هون كنا بهذا السؤال شو كلوزد سويتش، لما تكون كلوزد سويتش فالفولتج اللي لها صفر، اذا اوبن سويتش شو بتكون الفولتج اللي لها؟ 12 فولت، لانها سكرت صارت اكتنج از ا كونكتنج واير، فبيكون الفولتج فيها صفر، اوكي؟ هاي صفر. يو اي بي قد ايه؟ احنا اتفقنا 6، فبنكتب 6 فولت زائد شو عندي؟ يو بي اي، يو بي اي هيدي المطلوبه مني، يو بي اي، اوكي؟ بلس يو اي جي هيدي كونكتنج واير فمعناتها صفر، يو جي ان كمان كونكتنج واير معناتها صفر، فشو بيطلع عندي؟ بس النون واحد، فبيطلع عندي اليو بي اي هي 12 ناقص 6 بيطلع على الجواب 6 فولت، فهون الفولت اللي مارق بهذا الخط هو 6 فولت، اوكي؟ ركزوا شوي، سهلة يعني هي القصة، بس ما نعرف مين ان سيريس ومين ان بارلل. اوكي، هلا طلعنا اليو بي اي قد 6 فولت، هون يعني هذا بهذا الخط كله 6 فولت، هذا الخط. اوكي، عم نعطيه 6 فولت، طيب. قام اجى قال لي قال لي وين صرنا؟ and then determine the voltage across the lamps 2 3 4 and 5. طلع لي الفولتج لكل وحدة قديش. اوكي؟ طيب. نحن عنا البي اي جاي ان بارلل مع مين؟ مع هذا الخط اللي فوق مع هذا الخط اللي تحت، اوكي؟ يعني صارت مثل كانه رسمته لحال، صار في عندي انا مثل كانه بطاريه هي 6 فولت اعطتني هذا الخط، لهذا الخط اعطتني 6 فولت، اوكي؟ يعني صارت هيك رسمتها، كانه عندي دراي سيل هي 6 فولت عطت لهذا الخط فيه لمبتين وعطت لهذا الخط كمان فيه لمبتين، اوكي؟ فصار عندي ان بارلل مين؟ هذا الخط وهذا الخط وهذا الخط، هذا الخط الثاني مين هو؟ لامب 2 لامب 3، الخط هيدا هو L4 L5، اوكي؟ فال 6 فولت عطت لما يكونوا ان بارلل عادة، لارسم رسم صغيرة، لما يكونوا ان بارلل وعندي لمبة واحدة شو بيكون الفولت؟ إذا هيدي 6 فولت بتكون هاي 6 فولت وهي 6 فولت، لأنه ان بارلل، اوكي؟ فأنا أول شغلة عندي according to the law of شو uniqueness of voltage لأنه in parallel بيكون ال 6 فولت اللي هون شو عطت لهي 6 ولهي 6، يعني صار هذا الخط الأولاني 6 فولت وهذا الخط التحتاني هو 6 فولت، ليه؟ لأنه in parallel مع هذا الخط، هذا الخط الأساسي وهولي in parallel، هذا الخط الأساسي 6 فبيعطي لهي 6 ولهي 6. اوكي، هو ما عم يسالني الخط الكامل قد ايه، عم بيقول لي كل لمبه قديش. طب اذا هذا الخط 6 هول جايين ان سيريس، اوكي، فبيكون قديش عم بيعطي لكل لمبه؟
لما يكونوا ان سيريس هاي الستة شو بتعمل؟ بتتوزع عليهم، ممكن تعطي أربعة، ممكن تعطي اثنين، ممكن تعطي واحد، ممكن تعطي خمسة، أوكي، حسب اللمبة كل وحدة قد تتحمل. بس بما إنه قال لي هول اللامبس ار ايدنتيكال، فمعناتها هاي الستة توزعت عليهم على القد، أوكي، صار ثلاثة بثلاثة. نفس الشيء هذا الخط شو أعطيناه؟ ستة فولت. هول اللمبات ان سيريس، فمعناتها الستة فولت شو بده يصير فيها؟ تتوزع عليهم. بما إنه هن ايدنتيكال فصارت ثلاثة بثلاثة. أوكي، كيف بنكتبها لهي الشغلة؟ كيف بنكتبها؟ هلا نحن عم نكتبها نرجع بنشرحها زيادة، أوكي؟ واللي ما طلعت واضحة عنده يرجع يعيد الفيديو، أوكي؟ بضل بيعيد الفيديو لحتى تصير واضحة، يعني هو على التكرار بيمشي الحال. طيب، هلا شو المفروض أنا أكتب؟ هيدي الستة فولت مين هي؟ هاي يو بي شو اسمها؟ أي، أوكي؟ هلا أنا عم بحكي أكوردينج، ما أشوف على أي قاعدة عم بحكي. أكوردينج تو the law، أول شيء عم بحكي عن uniqueness of voltage، أوكي؟ ليش عم بحكي عن uniqueness؟ لأنه في عندي هول الخطين parallel، هو ما مسمي لي إياهم، ما مسميهم أسماء، أوكي؟ فأنا بقول له هاي الـ UBI هي equal لهول لهذا الخط و equal لهذا الخط. هذا الخط مين هو؟ هو الـ U2 plus U3 equal للخط الثاني اللي هو U4 plus U5، اوكي؟ يعني equal قد ايه؟ 6 فولت، لانه هيدا الـ UBI 6 فولت، يعني هاي 6 فولت وهاي 6 فولت، اوكي؟ هو بده كل وحدة لحالها، لما اعمل كل وحدة لحالها صار في لو ثانية according to، ليه؟ لانه هول صاروا in series، هول in series عشان هيك حطيتهم زائد مع بعض. According to the law of addition of voltage، شو بيكون عندي؟ بيكون ال U2 plus U3 هي 6 فولت، اوكي؟ و since the two lamps اللي هني L2 أو بلا ذا، since L2 and L3 are identical، فبيكونوا شو معناتها؟ اليو لإلهم ايكوال لبعض، معناتها اليو 2 ايكوال اليو 3، يعني فيني احط محل يو 2 محل يو 3 فيني احط يو 2 ايكوال 6 فولت، اوكي؟ فشو بصير عندي؟ 2 يو 2 ايكوال 6 فولت، فبصير اليو 2 هي ذاتها اليو 3 هي، لانه حطيناهم نحن ايكوال لبعض، سينس ال2 اند ال3 ايدنتيكال، يعني اليو 2 ايكوال لليو 3، اوكي؟ فاليو 2 ايكوال يو 3 ايكوال 6 على 2 equal 3 فولت. نفس الشيء عندي لما بدي حل مين؟ لما بدي حل ال U4 و U5، نفس الشيء بقول له كمان according to the law of addition of voltage ال U4 plus U5 هن 6 فولت، هذا خطهم 6 فولت، لما بده يجي على كل لمبة بده يتوزع هذا الخط ال 6 فولت، بيعطي لهاي 3 ولهاي 3. ليه عطاهم نفس الشيء؟ لأنه identical، اوكي؟ لما نقول يتوزع فمنقول law of addition of voltage. هلا بما انه كمان نفس الشيء since ال4 and ال5 are identical، يعني صار شو صار عندي؟ صار عندي ال U4 equal U5، ففيني شو اعمل؟ حط محل مثلا هذا ال U4 بتضل U4، محل U5 شو فيني حط؟ U4 equal 6 فولت، ف2 U4 equal، هاي صارت calculation، يعني U4 equal 3 فولت، اوكي؟ اللي هي كمان مين؟ U4 equal U5 equal 3 فولت، اوكي؟ فصار هون شو في عندي؟ صارت 3 فولت هون و 3 فولت هون، 3 فولت هون، 3 فولت هون، اوكي. نحن بس لحتى ملاحظة صغيرة، بعض التلاميذ شو بيوقعوا فيها؟ بيعتبروا هي ال 12، بيعتبروا هول الخطين هن parallel مع البطارية الأساسية، يعني بيقولوا هون 12 فهذا الخط 12، هذا الخط 12، هذا الخط 12 توزع هون صار 6 ب 6 وهون كمان توزع صار 6 ب 6. لا، ليه؟ لانه نحن عندنا في لمبه هون كمان اخذت فولتج من 12 فولت. لو ما عندي هيدي اللمبه، ايه فيني اقول لكم هاي 12 هي لهذا الخط ولهذا الخط، اوكي؟ في اللمبه اللي وصلناها هون اخذت 6 من هون وعطت الباقي 6 لهون. شو عرفني اخذت 6؟ هيدي جيفن هون، اوكي؟ هو قال لي انه هاي اللمبه اخذت 6، اوكي؟ طيب
بيقوم هلا شو بيقول لي؟ خلصنا 3 connect a voltmeter. بدنا نوصل voltmeter. الفولتميتر شو هو؟ هو instrument measures the voltage. اوكي connect a voltmeter to measure the voltage across L5. فعندي هون L5 بدي اوصل عليها voltmeter. اوكي دائما الفولتميتر بتوصل in parallel مش in series. مين اللي بتوصل in series؟ الاميتر. الاميتر هو بيقيس الكرنت، فولتميتر بيقيس فولتج. يعني هون عم نوصل نقيس للفولتج تعول ال 5. بعدين and indicate the common terminal to obtain positive reading. common terminal اللي هو com، نرمز له بcom. اوكي عم بيقول لي اكتب لي الcom وين لحتى يطلع عندي positive reading، تطلع 3 فولت مش تطلع ناقص 3 فولت. دائما بده يكون البوزيتيف موصل على البوزيتيف والنيجاتيف بده يكون موصل على الكوم. فلازم هيك ارسمها، انا لازم اقول له الكوم من جهه النيجاتيف ليه؟ لحتى تقرا positive reading. اوكي فهيدا السؤال بيكون بس مرسوم على الرسمه. هلا بالفايف، if the main current sent by the generator is 500 ملي امبير، اعطاني المين كرنت طالع 500 ملي امبير. اوكي 500 ملي امبير. نحن عندنا اذا انا عندي هاي دراي سيل ولنقول وصلنا لمبه، اوكي هيدا هاي السيركوت اللي هون، هاي السيركوت بيمشي فيها نفس الكرنت. اوكي نفس الكرنت بيمشي فيها كلها نفس الكرنت. اوكي يعني افترض عنا مثلا لمبتين، عنا ثلاث لمبات هولي ان سيريس، فبيكون نفس الكرنت بيمشي فيهم. اوكي هلا بيقول لي if the main current sent by the generator هي 500 ملي امبير، determine the current in each lamp، بكل لمبه اللي الكرنت قديش. اوكي نحن اتفقنا، هو رسمنا اياهم اول شيء الدايركشن، يعني نحن 500 ملي امبير اجت من هون، اجت على اللمبه هذه ان سيريس، فقديش عطت لهيدي اللمبه؟ كمان 500 ملي امبير. اتفقنا نفس الكرنت ماشي هون ماشي هون، بس شو رجع عمل؟ توزع توزع. هلا انا حقول انه يتوزع بالتساوي، ليه؟ لانه هن ايدنتيكال لامبس، كلهم ايدنتيكال لامبس، اتوزع بالتساوي يعني عطى لفوق 250 ملي امبير وعطى لتحت قد ايه؟ 250 ملي امبير. يعني بعدني عم بقرا الصوره انا قبل ما بلش اكتب، طلع لفوق هون شو هولي ان سيريس، معناتها لما عطى لهون عطى 250 ملي امبير، كمان 250 ملي امبير نزل لتحت، لما اجى لهون شو رجع عمل؟ 500، رجع للاصل 500 ملي امبير، لانه شو عمل من هون؟ توزعوا 250، مشوا 250 250 250 250 هيك، رجعوا اجتمعوا هون شو عطوني؟ 500 ملي امبير، طلع بهذا البرانش 500 500، وبيرجع نفس الشيء. اوكي؟ فانا شو؟ according to the law اول شيء بدي اعمل لها هاي in series مع الجنريتر، هو سماه جنريتر. اوكي؟ ان سيريس مع الجنريتر، فمعناتها نفس الكرنت بيكون عندهم. فشو هي القاعده الشهيره المفروض، او شو هي الجمله الشهيره اللي لازم اكتبها؟ بقول له according to the uniqueness، بما انه هن نفس الكرنت بده يكون the uniqueness of currents، عم نحكي عن الكرنت، بتكون الاي الاساسيه هي ذاتها مين؟ I1 اللي هي قد ايه؟ 500 ملي امبير. اوكي هلا شو صار عندي هون؟ اجت لهون شو عملت؟ توزعت، صار في عندي ان بارلل، فلما توزعت فشو بصير عندي؟ بصير عندي لو تاني اللي هي مين؟ according to the law، هون نسينا to the law، to the law of uniqueness، to the law of هون addition. اوكي لانه ان بارلل فهذا الكرنت بيتوزع، addition of currents بتكون الاي الاساسية اللي هي مين هون؟ مين هون جاي؟ جاي اي 1. اوكي فيني اعتبرها اي 1 او اي ذاتها، هيدي الاي 1 اللي هون او الاي شو عملت؟ توزعت. اوكي توزعت لهذا الخط، نفس الشيء الكرنت بيمشي لما بالخط الواحد بيمشي الكرنت، نفس الكرنت بده يمشي لما يكون هذا خط واحد. اوكي لما يصير يتفرق على خطين بينفصل. اوكي لما مشي لهون 250 بيمشي بكل الخط 250. ف according to the law of addition الاي 1 هي مين؟ هي انا بدي فرقهم. اوكي فيني اعتبر مثلا شو بدي اقول له؟ ما حقول اي 1 واي، او اذا بدكم اي 1 واي 2 هي اي 1 هون، انا بقول له هيدا اي 2
وهيدا I3، يعني أنا أرسم له على الرسم لحتى أعرف شو بدي أحكي، أوكي؟ ما خص الـ 2 والـ 3 هلأ باللامبس، بس خصهم شو؟ بهذا الكرنت اللي ماشي هون بهذا الخط، هي I2 + I3. أوكي؟ بما إنه اللامبس آر أيدنتيكال، معناتها هذا الكرنت شو عمل؟ إجا بالتساوي، يعني صار عندي هون، يعني أنا بقول له سينس لامبس آر أيدنتيكال، فبيكون عندهم كلهم نفس الآي، أوكي؟ اللي هن مثلا اللمبة، بقول لهم أنا ذا لامبس عندهم سينس لامبس آر أيدنتيكال، then they have the same current. حتى لو مثلا انا عم بحكي عن I2 هون ما بعمل I3 لانه I3 صارت هون، خليني نحط I4. ما لانه I2 هيدا I2 اللي هون نفسه بده يكون I3 لانه هن in series، اوكي؟ والI4 اللي اجى لهون هو هيدا I4 هو ذاته بده يكون للI5، اوكي؟ فانا حاعتبر I1 هي I2 + I4. I2 لحتى يكونوا التسميات صح، اوكي؟ I2 + I4. بما انه نفس الايات، يعني هون شو خليني احددهم مين هن. I2 = I3 = I4 = I5 identical lamps، اوكي؟ ففيني احط انه محل الاي 2 محل الاي 4 فيني احط كمان I2. فشو بصير عندي؟ I1 = 2I2. لما يكونوا identical بتصير سهله، اوكي؟ فصار الاي 2 هي قديش الاي 1 اعطاني اياها؟ 500 على 2 بيطلع عندي 250 ملي امبير، اوكي؟ فهذا الخط 250، فشو صار عندي؟ بقول له I2 = I3 = 250 ملي امبير، وكمان لتحت I4 = I5 = 250 ملي امبير. انا هدفي من الشرح بس لحتى انتوا عم تمشوا بالرسمه تصيروا تعرفوا مين اللي عم يتوزع، مين اللي نفس الشيء، اوكي؟ خلصنا لللمس. شو بيرجع بيقول لي؟ if خلصنا هيدا، اوكي. ست شو بيقول؟ if a connecting wire joins the points A and B، A and B صار في عندي هون connecting wire، بطل في عندي لمبة، صار في عندي connecting wire، اوكي؟ صار في عندي connecting wire، بطل في عندي لمبة، اوكي. What would happen to the brightness of the other lamps؟ عادة الـ brightness بيعتمد على الـ voltage، اوكي؟ احفظوها قاعدة. الـ brightness بيعتمد على الـ voltage. شو بيصير بالـ other lamps؟ فأنا لازم أحسب الـ voltage بالـ other lamps. إذا عليت الـ voltage بالـ other lamps معناتها شو بيصير بالـ brightness والـ glow brighter مثلاً، اوكي؟ طيب، هيدي صار في عندي connecting wire، لحتى أرجع أرسمها، لحتى أرجع أرسمها، شوفوا الرسمة تعيتها كيف صارت. هي الرسمة عادة بتوضح لي الشرح، يعني بتوضح لي كيف اقدر حلها. صار عندي connecting wire هون، فصارت هيك البطارية، صار هيك شكلها، هيدا الجنريتر هو سماه، اوكي؟ هون في عندي connecting wire، اجا شو عمل؟ طلع لفوق هون عطى لمبتين، حط لمبتين وصلن هون، اوكي؟ وصل كمان لمبتين من هون، ورجع شو كمل؟ كمل ب connecting wire لفوق. هيك صارت الرسمة، اوكي؟ فلما هيدا 12 فولت هيدي صارت ان بارلل مع هيدا الخط ومع هيدا الخط. هاي ال 12 فولت صارت ان بارلل مع هيدا الخط وهيدا الخط. بطل في شيء ماخذ منها، اوكي؟ فلما يكونوا ان بارلل بيكون 12 فولت هون و12 فولت لهيدا الخط و12 فولت لهيدا الخط، اوكي؟ ان شو كانوا مضويين؟ كانوا مضويين 3 فولت 3 فولت 3 فولت 3 فولت، اوكي؟ لما 12 هون بصير في كونكتنج واير، خلص ما عادش ماخذ شيء هون. اجوا هول 12 شو بدهم يعملوا؟ بدهم يجوا لهون، بما انه ان بارلل مش بدي تتوزع. لما يكونوا ان بارلل بيكون 12 ب 12 ب 12. يعني انا شو بدي اقول له؟ according، كمان الجمله الشهيره، according to the law of uniqueness، لانه نحن عم نحكي عن الفولتجز of voltages، بالvoltages بس يكون في عندي parallel بيكونوا equal لبعضهم، اوكي؟ فصار ال UPN الاساسي هي ذاته هذا الخط، هو ذاته هذا الخط، اوكي؟ يعني هذا الخط مين هو؟ هو U2 U3، U2 plus U3 هو ذاته مين؟ هاي 4 و5، U4 plus U5،
كمان equal 12 فولت، يعني هاي 12 وهاي 12 وهاي 12. اوكي، لانه الهول ان سيريس، فشو صار بهيدي 12؟ توزعت، عطت لهاي 6 ولهاي 6. ليش اثنيناتهم نفس الشيء 6 ب 6؟ لانه هن ايدنتيكال لامبس. يعني صار في عندي جمله ثانيه، according to the law of addition، صار عندي هون هلا. ليش addition؟ هيدي 12 فولت لهذا الخط، اوكي؟ هذا الخط فيه لمبتين، يعني ان سيريس، هون لمبتين ان سيريس، فهيدي 12 بتعمل بتتوزع عليهم، فعشان هيك law of addition of voltages. شو بيكون عندي؟ ال 12 فولت هي U2، نحن اتفقنا هي U2 plus U3. U2 plus U3، اوكي؟ بس أنا شو بعنده؟ بقول له but U2 equal U3، ليه؟ لأنه since L2 and L3 are identical. اوكي؟ يعني equal لبعضهم، ففيني أنا أعتبر U2 plus U2 إنه مثل بعضهم، equal 12. ف 12 equal 2U2، يعني اللمبة U2 الفولتج اللي لها هي U3، هي 12 على 2 يعني هي 6 فولت، اوكي؟ فصار لهون عطاني 6 فولت، وهون 6 فولت، ونفس الشيء هون 6 فولت وهون 6 فولت، فشو صار باللمبة بما انه هن كانوا ثلاثات، كل وحدة ثلاثة، هو عم بيقول لي شو صار باللمبة، صح؟ What would happen to the brightness of the other lamps؟ بما انه صاروا 6 ب 6 ب 6 ب 6، بنقول له the lamps will glow برايتر. شو السبب؟ السبب هو هول اللي كتبناه نحن، اوكي؟ السبب هو الكتابة كانت. هيك هون خلصنا هذا السؤال.